السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا ان شاء الله عندي اليوم في القناة. اليوم غادي نشارك معكم واحد الاسم عظيم، واحد الاسم الا كررتيها ولا قلتي 20 مرة فان شاء الله غادي تحقق لك اي حاجة بغيتيها من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم هذا او هذا الاسم غادي نقولوه 20 مرة قبل من اي دعاء. مثلا غادي نقولوه 20 مرة وديك الساعة كتطلبي من عند الله اي حاجة بغيتيها. مثلا كانت عندك يعني بغيتي تطلبي الله يعني بالذريه الصالحه، كتقولي هذا الاسم 20 مره، ومن بعد يعني كتطلبي الله باي حاجه بغيتي، بالذريه الصالحه، بالزواج، بالعمل. المهم هي النيه، يعني النيه هي الاولى، يعني نديروا النيه ديالنا ان غادي ينجح معنا هذا الذكر هذا او هذا الاسم. وان شاء الله مني نقولوا هذا الاسم نقولوا اي دعاء بغينا، وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى فكل شيء بيد الله. وحنا بطبيعه الحال في هذه الايام، في هذا الشهر الكريم، شهر شعبان، فان شاء الله نحاول اننا نجتهد ونقول هذا الاسم الرائع ان شاء الله. الله هذا الاسم هذا هو يعني من اسماء الله الحسنى اللي بغيت انني نشاركه معكم. وضروري كما قلت النيه، فمنين تنديروا النيه فالله سبحانه في شي حاجه سبحان الله لازم كتصدق لينا. يعني نقولوا هذا الاسم هذا 20 مره، يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار. ملي كنكملوا 20 مره كندعيو باي دعاء بغينا، اللي بغات الذريه الصالحه، اللي بغات الزوج، اللي بغات السفر، اللي بغات العمل، اللي بغات اي حاجه من عند الله سبحانه وتعالى. نديروا هذا الاسم هذا قبل اي دعاء بغينا ان شاء الله، والله بطبيعه الحال غادي يستجب لنا لانه يعني من اسماء الله الحسنى. والله بطبيعه الحال ملي كناديه باسماء الله بالاسماء ديالو ضروري ضروري كيستجب لنا ان شاء الله. فدعاء رائع نحاول اننا يعني نبقاو نقولوه قبل من اي دعاء، وان شاء الله بطبيعه الحال ملي غديرو راه غادي تحس ان الله سبحانه وتعالى اكيد اكيد غادي يستجب للدعاء ديالها. وهذا هو الفيديو اللي بغيت ان شاء الله انني نشاركه معكم، هذا الاسم هذا الجلال، الاسم الكريم، الاسم ديال الله سبحانه وتعالى، يا جبار يا جبار. ومن بعد كتقولي اي دعاء بغيتي. ما تنساونيش دائما بلايك الاشتراك في القناة، وبسلام عليكم الى فيديو اخر او وصفة اخرى. في امان الله.